ناخد أستاذة سمية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذ حسام أهلا وسهلا أستاذة سمية تفضلي. كل سنة وحضراتكم طيبين وأنت طيبة, وأنت طيبة ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي يا أستاذة سمية اتفضلي ازيك يا دكتور كل أهلاً. سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيبة يا فندم آه أنا قريبي اسمه سامح عنده عنده 49 سنه نعم. هو صحته كويسه ما عنده سكر ولا حاجه بس عنده كوليسترول الدار 245 جاله دوايين من بره الاولاني عطور فيزيشن والثاني ايزي تيم هو عايز يسال سؤال ياخد القرصين مع بعض ولا كل قرص لوحده وهل في بديل للادويه دي في مصر اه في البديل اسمه اتو زت اربعين على عشرة اه اتو زت اربعين على عشرة ده يغنى عن الاتنين ان شاء الله وياخد حباية كل يوم بس انت بتقول الدار الدار واربعين ده رقم كبير جدا اتمنى انك تكون يعني يكون المعلومه سليمه اللي هو بنسميه ال دي ال اه لا هي سليمه لا ما هو ال دي ال هو اللي بيبقى 240 متاكده اه ده اللي هو الدار عموما الدار مش الدار احنا يعني هنمشي على الاتو زد وفي منه نوع مصري اسمه اتوريزا ارخص شويه يعني تقريبا الاتو زد حوالي 300 او حاجه يقترب من ذلك 300 جنيه الاتوريزا ممكن يكون 130 جنيه والاثنين نفس الكفاءه ونمشي بالمصر كويس قوي اتوريزا 40 10 حبايه كل يوم قبل النوم او قبل العشاء الف سلامه شكرا شكرا استاذ اسماعيل